حد يقول ممكن معي حلال الله يكره يسرح اجل نايمين يسرح يصحون بالليل لقوا مرة بعدين عادة سلطان عطاني عيد علي خلص؟ ما شاء الله كم باقي دقيقة؟ ما شاء الله الكريم يا شباب كم باقي يا محمد؟ ها؟ كم باقي يا قوي؟ كم باقي؟ باقي 6 دقائق حلو ها؟ ايش اللي في الصحن؟ دا لحم مفروم ودا رز ودا توم دا لحم مفروم ايه دا محمد مرحبا والله ومسهلا السلام عليكم ارحب كيف حالك ريان حياك الله يا محمد شو اخبارك الحمد لله بخير محمد كم عمرك 12 ما شاء الله تبارك الله تشجع مين من الشباب وكان الفري محمد علومك الحمد لله بخير عساك طيب شلونك انت؟ ايش يقول؟ طيب شلونك انت؟ الله يطول بعمرك ايش علومك عساك طيب شرف كبير انك تشجعني احبك مره وانا اموت فيك طيب محمد بسم الله عليك بكلم ريان ها ريان انت احسن مدير ويش؟ ريان انت احسن مدير يا انت والله مدير. محمد والله لك 100 نقطة تعطيها من؟ 500 معك كم تبي نقطة؟ 500 نقطة 500؟ ايه لا هو قال انت سرقت ما شاء الله سرقت جمل لا انا ابي اقل كم؟ لا 500 500 مرة واحدة؟ ايه ها؟ 500 نقطة لمن؟ ركان الشهري والله انها تجي ويستاهل كفو يستاهل شكرا لك يا محمد اعداد سجلوا له 500 نقطة يستاهل يا اخي ما شاء الله تبارك الله يا ولد ما شاء الله تبارك الله شعور والله شعور حلو ها؟ شعور حلو والله اي قال افضل مقدم على طول قلت 500 نقطة الحين يقول افضل مقدم بس يعرض المقطع ما راح اعرضه مقطعكم ما راح يطلع ليش؟ اكلكم ملعقة وين ها؟ اخ بس اخ ليه ها؟ محمد اوريكم المقطع تحت البث محمد تم بس على البث لا تم عناء تم انا بقلبك يا محمد انا يسموني محمد قفل ونار الله يحفظك وراح وانت للحين تسلم عليه اي لا اعطيه جارة عنده ايرور انا تدري ايش يسموني ريان المعاند يا شيخ اعاند من معاند ما عندي مشكلة اخي مشكلة ما إيه؟ ما اقدر ارد عليك حقي لك ما لا يحق لغيرك ابك ابدك طبعا ايش اسمه ايش كنت بقول انا؟ ياك شعور حلو وش كنت بقول؟ تذكر البنت اللي كلمتها ملعقه وين يا شباب؟ البنت اللي قالت ابي اعطيها 500 نقطة ايه تذكرتها لبيك اهلي وسعيد وش قلت؟ كم باقي؟ حط 100 باقي 3 دقائق بسم الله عليك اكبر من الملعقه هذا ذي طلع عطر اتصال من هو؟ خلود السلام عليكم مرحبا معكم خلود من الرياض من؟ خلود من الرياض ونعم ونعم يا خلود خلود تشجعين من؟ تشجع ركان ركان جبت 500 نقطة نبي غير ركان اعطيك 500 ثانية صوت الربع من؟ اعطوه 500 ثانية لا يا اخوان احنا فاتحين بسطة يا خلود غير ركان السهلي من؟ يا مالي قلنا ركان والله ما اسمعك انقطع الاتصال راح
مو هو اللي انقطع الاتصال. لا انقطع الاتصال. طيب النقاط. النقاط 500 نقطة انت صاحي. والله العظيم لو انك 500 نقطة وجعان انت. الله يبيض وجهك يا خلود على اتصالك، اتصالك الحداتي يكفي والله اني يشرفني ويزيد انك تكوني من جمهوري. طيب تدري انه عليك خصم؟ ايش؟ 500 نقطة. اخي لانك تكلم الجمهور. انا اكلم سماعات اكلم الجمهور. يعني بالله بيتكلم من وين؟ مع الجدار؟ مع السماعات. طيب ترد على الجمهور من السماعات عليك خصم. خصم 500 نقطة. سلم شكلك هون تعطيني اياه. لا يستاهل، سجلوا سجلوا له 500 نقطة والله يستاهل. الاولى حق محمد. طيب والثانية؟ لا هذا وجعان ذا. لا انت صاحي. الاولى قد انحسبت خلاص. الاولى انحسبت لكن ذي والله ما تسجل. انت وجعان. بعدين شوف المفروض يا مشاهدنا الكريم انك يعني يوم تتصل لا تقول ابي نقاط على طول، اعطها نصيحة يعني، امدح المقدم. قول المقدم ذا ما شاء الله، بعدين اطلب نقاط. احط الاتصال ولو على طول يعطي نقاط. من؟ ما شاء الله باقي باقت وياس. هلا والله هدايا مرحبا. مرحبا بك. هيا اعطني الصوت. امسي عليك وعلى الجميع وعلى عمي نوار. ايش تقول ايش قال؟ اهلا بيل والله يمسي عمي نوار. عمك نوار؟ إيه؟ والله ونعم وسبعة انعام. اخبارك عمي نوار؟ هلا هدايا وش اخبارك؟ الحمد لله. سألك المركز الاول. مين تفكر؟ كلنا داعمين لك. يا حبيبي طارق المركز الاول. كلمة خرا منك يا بعد قلبي. وشلونك وشلون اخوي مريح؟ كمل 90 يوم وطارق المركز الاول. باذن الله باذن الله. وش علومك طيبة؟ قناة الوطن. كم عمري؟ الرائعة. المقدم المميز ريان. هدايا كم عمرك يا هدايا؟ 10. ما شاء الله تبارك الله، الله يطول في عمرك ان شاء الله. طيب هدايا معك 50 نقطة تهدينها لمن؟ 550 نواف. يستاهل نواف. يستاهل يستاهل. يعطيك العافية. هذا أنا بعطيك معلومة، هذا اسمه اقتناص الفرص. شلون تقتنص الفرصة؟ شفت لو هدايا قالت لا ابي 500 كان قلت تم. لكن انا وش قلت لها؟ قلت 50 نقطة قالت النواف على طول. اللي قبل شوي الركان وش قلت؟ 50 نقطة قالت 500. قالت 500. قلت لها الركان جيت 500 لازم ذا، قالت اعطيه 500 يعني. لا ابغى الاول، ود الاول محمد. فهذا اسمه فسحة فسحة فسحة. هذا اسمه اغتنام الفرص. اما الحين تتصعد تقول 500 ما في. 500 ما في. ما في. اتصال اتصال بحداته يكفي والله اني اقول يا رجال اقعد بس. عطنا اذا في اتصال علمنا. ركم ما يقيلون جمهور. ها؟ تبارك الله. جمهوره ما شاء الله 40 ساعة. صاحين؟ صاحين 40 ساعة ما شاء الله حتى بالظهر. شرف عظيم. اشغلونا مرة يوم اني غلطت بالسحب. لا 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 لا. طالع ما يشغلون هم. بغيت اطالبهم بحق. بغيت اطلع بمقطع اقول سلام عليك. من هي؟ لا هم 500 فكنا منها. لا 500 لا بتمكن. عطنا يا الظاهر انهم 500. الو مرحبا. هلا والله. هاي انت اللي قبل شوي قلتي 500. لا على واحدة ثانية. ايه طيب الحين لقفطات. تشجعين من؟ نواف. يا سلام يا سلام نواف العرماني. طيب معك 50 وش كلمة توجهنا المتسابقين؟ شدوا حيلهم والله الله بالصلاة والله يوفقهم. الله يوفقكم ان شاء الله. معك 50 نقطة تهدينها لمن؟ 500 500 لا خلاص. كم ها؟ حق نواف. يستاهل نواف. والله هذه اقتنصوا الفرص بس خلاص قفلنا الفرص الحين خلاص. طيب الان ايش كنت بقول انا؟ قطعتوا اتصالات؟ لا باقي اتصال. باقي اتصال. اذا فيه علموني. تبشر بالجنه. اي وش علومكم يا شباب؟ الله يبشرك. ايش الاخبار؟ الحمد لله. اي والله استوى عشاكم. اي والله استوى فا. طيب يا كنترول الساعه 2:08 دقائق. حاولنا
ننهي الوقت بسرعة لأني أنا واضح من لونها إنها ماشي مدري ليه. الله 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 تلذذ. يلا يلا باخذ راس يلا عيد الكاميرا عيد اللقطة. يا اخي خلني اكل بعد. الله الله ماني لا يكون اللي كانت وكيلة الجمهور. الو وعليكم السلام. انا ساعك اخبارك ساره؟ الحمد لله الله يجد. سارة كم عمرك؟ 20 ولا لا؟ اوكي اوكي انا عبالي انه يعني 11 12 اوكي العمر كله يا سارة. طيب تشجعين من يا سارة؟ نواف العرماني ونواف الله هي. وش قلتي؟ ونواف الفرزان. نواف العرماني ونواف الفرزان. طيب حابة توجهين لهم كلمة؟ حافظوا على نقابكم ولا تغبون على البث. هو في نقاط عشان يحافظون عليها. طيب معك 50 نقطة تهدينها لمن؟ تحطها 500. ها؟ تحطها 500. نبيع 500. قفلنا قفلنا. الراتب طلع علينا بسال. الراتب طلع علينا. هذه عدد 500 هذيك ما عدد 500. خلاص شلتوا اتصال؟ ما يم 500 50 اوريك انا امزح. سجلوا ولا 500؟ طبعا الان نبدا التقييم يا اخوان. 100 ليه؟ 50 50 من وين؟ هدايا. ايوه اللي هي بنت اخوي وفي ثنتين دق ما اعرف. اي حسب على كذا. لا ريان صراحه لا انا ب 500. ليش تعطي هذه وهذه ما تعطي؟ يستاهل نواف ساره ايش اسمه؟ يستاهل كنسل. لا 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 لا. طيب غلب نبدا. ايش بلاكم؟ ايش بلاكم؟ ابشر بلعوض. ابشر بلعوض. ايش بلعوض؟ ابشر بلعوض. ابشر بلعوض. ابشر بلعوض. ابشر بلعوض. ابشر بلعوض. ما يحتاج. الله يسلم. اما علي الشمراني عامي سلطان. شوف 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 يا شباب 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 انتم ما تقولون كلكم على قلب واحد صح ولا لا؟ معك 1000 معك 1000 500 500 1000 تمام صح؟ وش رايكم نقسمها على ثلاثة عليكم يا مجموعة؟ تم ها أربعة ثلاثة. طيب ها 1000 قسمها على أربعة 250 250 250 لكل واحد. تم 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 خلاص صح. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا. الله يجزيكم. الان نبدا التقييم يا اخوان. طبعا شوف للامانه الصدق ما معي قلم ولكن رايح يتم حسب النتائج كالتالي. على مكرونه الدجاج من اختارها ركان الحمد لله المسردي. الوقت اخذوا عليها 400 نقطه والشكل 400 والطعم 800 والنظافه النظافه 400 فبالتالي اخذوا 2000 نقطة اخصم منها 1000 السعر الشرائي 500 500. الشباب اللي هنا اخذوا 1500 التوقيت 600 الشكل 600 الطعم 1200 لا عفوا الطعم 200 من غير 1000 النظافة 600 فبالتالي اخذوا 600 نقطة. مبروك خلاص معكم 250 نقطة. الحمد لله الله يبارك فيك وجود فيك. مبروك مبروك درجة كاملة مبروك. انا لو كنت مدرس باختبارات جبت العيد. طيب الان نبدا نروح نشوف السحب حق تويتر. طيب بسم الله توصل. طيب خصم على كل فرد. ما عندي شغل يميني خصم. طبعا نقول ايوه 1000 1000 مبروك 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 مبروك. علق 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 طائر النورس علق 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 طائر. عشان نكون في الصورة يا جمهورنا الكريم ترى في فرق بين البث وبين شوفت يعني بين تشوفنا كالبث باليوتيوب وبين الموجود الآن في فرق بيننا في فرق وقت.
لا اسحب ثم تجيني تقول ظلمت واخذت وهذا غلط وهذا، ترى في فرق بيننا في هلبة. فالسحب اللي عندي اكيد طبعا نقول ألف مبروك ثم مبروك ثم مبروك علي شمراني وركان الى ركان ولا علي؟ ركان ولا علي؟ علي. ها؟ طيب نقول ألف مبروك مبروك 200 نقطة للفريقين يستاهلون. خلنا نسوي السحب يا اخوان، يلا السحب 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 السحب. لبيه افواه بشرب العوض، بشرب والله بالعوض، بشرب العوض.